اخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم الاخوان. احنا متواجدين في سوق 3 زروع الاخوان بتاريخ 15، هو هذا السوق تبارك الله اللي مشى خويا الحمد لله بتاريخ 15/11/2022 تبارك الله. اللهم يسر. احنا عند اخوان هنايا الحمد لله، الناس ديال الغرب اللهم بارك. تبارك الله عليكم، الله يبارك فيك. تحياتي، الله يبارك فيك، الله يخطيك. السلام وصافي، راك هنا هلا. البليده منين؟ البليده منين؟ البليده بالقصيري. بالقصيري تبارك الله، مرحبا بالناس بالقصيري. بعدا راكم تشفين علينا شويه لونسيلاج هذا. لا عمي الغلا وما كاين حاله، والسوق الله يحسن العون لاي واحد، والمازوط وما. اي والله يدير الخير. سلك وصافي. الله يدير الخير. لما جيت سلك راه ما كاين والو. لا ما سلكتي ما كاين والو. ما كاين حتى حاله. وكي داير السوق خازر؟ كاين شويه ديال الخروج؟ شويه زوين دابا الحال، دابا اليوم شويه. الحمد لله. نطلب الله باقا لنا واحد البركه تما، واحد 5 طن. خاص تعرف راس السوق الفايت ما تسوق حتى واحد فيكم. ياك؟ اه. ايوا نطلبوا مع الله. جيتوا اليوم عاوتاني جيتوا في خطره. الله يرحم والديك. كلشي على الله. قول لي الماكينه طحين داكشي ناضي مليح، وشوف شوف السلعه بواش. تصور تصور تصور. الله يحفظك. شوف خير ربي، شوف الله يسخر. تبارك الله، اللهم بارك. الله يجيب تيسير. امين عمي، الله يسخر. الله يسخر. الثمن تقريبا ما بيناش الثمن 25 24، على حساب حساب كل. سلك وصافي، ما اليوم داز بك لي بيع 27. كاين يقول لي لا 27. هو السوق ما مقادش دابا، كل سلعه وجهها. هذاك الشيء اللي كاين. الله يسخر. كنسلكوا دابا الانسان اللي بغى يشري هذا شنو يقلب فيه؟ شنو يشوف اللي بغى يشري؟ السلعه يقلب السلعه مليحه، كلشي كيجيب لهم كيجيب مليح، ماشي راه ما كاينش شي حاجه. دابا هذه نصيحه تنصح بها اخوك. حاجه مليحه ويقلب. الناس ديال الاطلس هذا تقريبا نقولوا اول عام تيخدموا بلونسيلاج واحد النسبه. اول عام تخدم بلونسيلاج، يعني بالنسبه للبقر خص واحد السيستيم بوحدو. بالنسبه للبقر كتبغي شويه يكون سميتو تكون راويه. راوي ما يكونش ناشف. مزيان اذا كانت راويه راه مزيان. حساب البقر تاخذ شويه من الفائده. وبالنسبه للغنم؟ بالنسبه للغنم كتبغي شويه تكون ناشفه. خص يكون ناشف. ناشفه. تبارك الله، الله يسخر. ايوا السلام وصافي. الله يجيب التيسير. الخنشات تقريبا شحال تكون فيها كيلو؟ ما مكانش تقيش. ما مكانش. كيلو كتكون 40 كيلو 36 كيلو 37 كيلو 35 كيلو 34 كلها. ما مكانش. قول لي اللي فيها الماء تكون وازنه. تكون وازنه. الله يجيب التيسير. وازنه على حسب شي حاجه، تكون شاده شويه. شاده شويه الماء تيكون شويه الوزن. حسب السوق وصافي. كاين الزين تبارك الله، الله يسخر. عطينا نمره التليفون اللي خصو شي سليعه ولا شي حاجه. مرحبا 06 06 83 94 93. الله يجيب التيسير. اسم كريم. توفيق. سي توفيق. مشرع بالقصيري، مشرع بالقصيري. مشرع بالقصيري. ها الملحة ها. مرحبا. خصكم تجيبوا لنا الملحة دابا. الحال الوالد مرحبا. ياك. موجودة عندنا. ايوا. موجودة. ياك اخويا كدير لنا فيديو. راعي الغنم راه هو هذا اللي معك. أنا هو راعي الغنم. أنا هو راعي الغنم. أنت باعي الحرتوكة. أنا موكل الغنم. ها؟ أنا موكل الغنم. وات الله في الكسام. قيد. 138. الله يسخر. 4 ديال الخناشي فيهم 138 كيلو. تبارك الله، اللهم يسخر. تهدينا شفا الاخوان، سلعه تقريبا سلعه واحده، اللهم يسخر. تبارك الله عليك. الله يسخر في الغلام. اللهم امين. اش كتصورنا عاوتاني؟ ضروري. صورنا عاوتاني. لونسيلاج الحرتوك. ملي وجد الحوله انا كنسال العيد ديالك. مرحبا. داكشي بلا خاطرو. بلا خاطرو قول لي بسيف عليه. بلا خاطرو. الله يجيب التيسير. هذا تاكلو ان شاء الله النعجه. باه النعجه. ايوا والله يجيب التيسير. النعجه تتبغي شويه الناشف. لا لا، واه حنا راه صورناهم سجلناهم كاملين. ديال الغنم. ديال الغنم. هادشي اللي كاين. النعجه الوالده. الله يجيب التيسير. اش هاد النمر؟ 132 112 112 112 112. الله يجيب التيسير. تعطي 132 132 132. تقريبا لا موين 32 في الخنشه. لا موين. اللهم يسر. كيجي السوق ديما ما حدش يشوف. اه تباع الخروفه ما بقاتش كاع. الخروفه تباع. ما دخلوش نيت بزاف. ما كايناش قليله. ها؟ راه فايت 40 كيلو على هذا الحساب هذا. ها؟ ما خدمتش. ما نعرفش. خدمتها لي ولا ما خدمتش؟ ها؟
الفترة. هيدي يديك هيدي يديك. لا اصبر بلاش اصبر بلاش. هيدي يديك. اصبر بلاش عادي وحدي. هذا خايش من دراسة خايش. وغادي باش الفيديو صافي. سير انا راه 240. غادي باش 6 40 كيلو. تبارك الله عليكم. الحولي ديالي ديال العيد على حسابك. مرحبا اجي شوف ها الكوري سير عزلو من دابا يلا. بالله بالله. العمرات لا تبعد الحاجات. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بألف خير. تبارك الله عليك الله يسخر. اجي البليده انت البليده البليده الغرب 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 الغرب. واحد هاد الناس اخويا راه ما فهمناش شنو نديرو معاهم كاع. كنبيعو نشريو معاهم وكنوليو كسيبه اخويا كسيبه. الناس هاد العام الكسابه راهم مقصحين حتى للطرف. راه المصيوطه في دارهم راه واكل العصا. الله يحسن العون. وكنتمناو من المسؤول اللي يشوفو من حالهم. راه مساكن مكرفصين بالمعقول. راه العلف غالي والتبن غالي والكسيبه ما فيها ثمن. ولا اله الا محمد رسول الله اخويا. ونطلبوا الله يا ربي لما ترحمنا برحمتك. يا ربي امين. الله يخطيك. المهم اخوان حنا تن ني ثاني فيديو هذا على حساب لونسيلاج. ثاني مره ان شاء الله تنشريو تقريبا شي 6 طن ولا اللي غادي نديو. اللهم يسر. شوف انا شوف 240 حتى هي 240. تبارك الله على صلاح. تبارك الله عليكم الاخوان. تحياتي لكم. النمره الاخوان راه خليناها ديال الاخ الله يسخر ليه اللي احتاج شي حاجه يتصلوا به. اللهم يسر.